بناء على توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، افتتح سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية مدرسة البحرين الإعدادية للبنات في منطقة أبو نصير بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على مواقف جلالته النبيلة في دعم الشعوب والدول الشقيقة والصديقة وتوجيهات جلالته الكريمة بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية ومد العون والمساهمة للأشقاء السوريين والتخفيف من معاناتهم، مشيدا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في دعمه للعمل الإنساني الكريم والواجب الذي يفرضه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وعلاقاتنا الأخوية والإنسانية لمساعدة الأشقاء السوريين. كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الخيرية الملكية في تنفيذ هذه التوجهات السامية من قبل الحكومة الرشيدة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وموازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقال سموه بأن مملكة البحرين مستمرة في دعم اللاجئين السوريين في ظل الظروف الإنسانية الراهنة التي يمرون بها وستواصل تقديم الخدمات التي هم في أمس الحاجة لها، مثمنا سموه جهود جميع الأجهزة الرسمية والأهلية في المملكة الأردنية الهاشمية التي تعكس عمق العلاقة التاريخية التي تربط القيادتين الحكيمتين. هذا وقامت المؤسسة الخيرية الملكية بإنشاء عدد من المشاريع للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، منها مجمع مملكة البحرين العلمي الذي يتكون من 4 مدارس تخدم أكثر من 4000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى إنشاء مجمع مملكة البحرين السكني الذي يتكون من 500 وحدة سكنية جاهزة إلى جانب مركز البحرين الاجتماعي للإبداع. كما تم إنشاء مجمع البحرين السكني في مخيم الأزرق ويتكون من 1000 وحدة سكنية جاهزة، وإنشاء مدرسة البحرين الأساسية للبنات في إربد لتسهم بتوفير التعليم للاجئين السوريين خارج المخيمات.